لم يعد الكلام مجرد كلام، أصبحت أتكلم بكل لغات، تصل كلماتي إلى شتى القارات، أصبحت أتكلم مع الآلات، تغير الكلام إلى صور ساكنة أحرفها ثم أحركها، تغير الكلام إلى فعل بسرعة أكاد نفسي لا أستوعبها، تغير الكلام، أصبحت أرتقي برأيي الناتج عن بحثي وعلمي فوق كل الكلمات التي تحاول أن تصنفني، فأرد عليها بكلمات أخرى، كلمات أكبر من الكلمات، تحمل قيمي وتاريخي وتنتقل بي إلى مستقبلي، أصنعه بيدي طال انتظاري وطال معه سعي حتى حان وقتي. انظروا، فها هو يحدث الآن، لم يعد الكلام مجرد كلام، ها هي منصتي أعلوها مع بقية ذريتي، خلفي لا أترك منهم أحدا، فيصبح العالم في قبضتي لأغير مجرى قصتي. وعندما أرتقي إلى كامل إمكانياتي ستسمعوني، اسمعوني.